visiter le ciel puis te l'offrir mais t'es parti trop. الفكره كانت انه نساعد هالشباب هالجيل الجديد الطالع الفنانين كلهم لبنانيين تا يقدروا يفرجوا للعالم فنهم وموسيقتهم وابداعهم وهيدي كانت الفكره. جيت هون على مهرجان بعلبك تغني، انا بغني بالفرنساوي، جبت باند معي تنغني وانا كثير مبسوط اكون هون لان اول شيء كل شيء هون كثير 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 حلو، يعني ما كنت وقعت يكون شيء هيك كبير، وثاني شيء تعرفنا على كثير فنانين. نحن شعب لبناني مرق علينا بالتاريخ، مرق على لبنان اشياء كثيره ومرق لحظات بتاريخ حياتنا كانت رهيبة بتاريخنا، ولكن بقي الشعب اللبناني بقي. فالشعب اللبناني شعب حضاري والفن هو مقياسنا بلبنان، وكل العالم تعرف انه بعلبك ومهرجان بعلبك هي مقياس لحضارة الشعب اللبناني ولهالوطن الصغير بس هو كبير بالعالم.